هنا على هذه البحار تنتشر قوات من خفر السواحل لمراقبة البحار الممتدة على طول الخريطة اليمنية. حالة تهريب السلاح وتمريره إلى ما يعرف بجماعة الحوثي لا تزال مستمرة. في سبتمبر أيلول من العام 2014، أي بعد استيلاء جماعة أنصار الله الحوثي على السلطة في صنعاء وطردهم الحكومة التي تدير أمور البلاد هناك، بدأت تتكشف الخطورة التي تشكلها هذه الميليشيا الانقلابية، ولا سيما أنها تتغذى على السلاح بشكل مستمر. كان لابد من التقصي والبحث عن تاريخ هذه الحركة مع السلاح وطرق تهريبه. قبل أن تظهر مثلاً جماعة الحوثيين كجماعة على الأرض أو تعلن عن نفسها، هو بدأ الدعم الإيراني لها من تقريباً من نهاية الثمانينات أو بداية التسعينات، ولكن بالخفاء حتى ظهرت كجماعة ودخلت في مواجهة مسلحة مع الدولة في أول حرب تخوضها تقريباً في 2004. وبفضل الدعم الإيراني الذي تحصلته على امتداد أكثر من عقد من الزمن تقريبا، خاضت 6 حروب، يعني مواجهة مع إلوية، مع وحدات عسكرية، مع مناطق عسكرية، في صعد على 6 حروب من 2004 إلى 2009.